طبعا هذه العملية تعد من أنجح العمليات التي قامت بها القطاعات العسكرية العراقية والحشد الشعبي وفصائل المقاومة وأيضا القوات الأمنية الملتحقة بها، لأنها تجاوزت كل التوقيتات أو الأزمان التي كانت تراهن عليها يعني أغلب القوى السياسية أو المتربص أو المتلقي أو المتابع لمثل هذه الأحداث. قامت هذه العمليات بشكل خاطف وسريع لضرب الخطوط الدفاعية إلى تنظيمات داعش في مركز المدينة، وكذلك الوصول إلى أهم الأقضية أو النواحي التي هي تابعة لهذا القضاء، وأهمها تلك نزال والحي الصناعي الذي كان يتمركز به حي نزال أغلب عناصر التنظيم، وكذلك الحي الصناعي كان يعد المصنع الأول للتفخيخ وكذلك للمخازن من الذخيرة وأيضا العتاد. اليوم عندما نتكلم عن هذه العملية، لم تأخذ بحجم مساحتها الجغرافية، الفلوجة أوسع وأشمل وأكبر، لأنها اليوم تعد ذات مساحة سياسية، ذات معرفة عالمية وأقليمية. اليوم الجميع يعلم ما هي الفلوجة. الفلوجة احتضنت ثلاثة تنظيمات إجرامية، أولها تنظيم القاعدة، بعد ذلك منشور المجاهدين، واليوم آخر شيء كانت تنظيم داعش في هذه المدينة، وعصيت تماما على الجانب الأمريكي عندما كان القائد الأمريكي بتريوس في ذلك الوقت عندما اقتحم الفلوجة طالب بزيادة عديد القوات الأمريكية ب30,000 مقاتل، وكذلك طالب بمساندة مالية وغطاء جوي كبير. اليوم عندما نتكلم عن القدرات العراقية وهذا التنسيق العالي وهذه الخطة الموضوعة وهذا الزمن المختزل الذي أخذت به هذه المدينة وحررت، أنا باعتقادي يعد اليوم أمرا وتحولا كبيرا بالنسبة إلى القدرات العسكرية العراقية وأيضا إلى استمكانها من استئصال العناصر التنظيم داعش في كل أنحاء العراق، يعني وأنا باعتقادي تكون هي البوابة، لأنها كانت هي العقدة التي كان يراهن عليها البعض. يعني بالتالي ترى أن انهيار داعش اليوم في مدينة الفلوجة يمثل جزءا من انهيار أعم ربما تمر بهذه الجماعة الوهابية بعموم مناطق تواجدها في العراق، وخصوصا يعني في الموصل جراء الهزائم طبعا المتتالية التي تعرضت لها مؤخرا. سيدي، من أصعب يعني المعارك التي أنا باعتقادي هي معركة الفلوجة. اليوم الفلوجة عندما يعني داعش حتى يعني استخدم تكتيكا يختلف تماما عن كل المناطق التي يعني حررها الجيش العراقي وفصائل المقاومة والحشد الشعبي والقوات الأمنية. اليوم وضع ثلاثة خطوط دفاعية وخطوط صد، يعني لا يريد أن يسحب القطاعات العسكرية إلى مركز المدينة، لأنه كان يتوقع بمركز المدينة هو القيادة والسيطرة وأيضا لمشاغلة القطاعات العسكرية العراقية واستنزاف قدراتها العسكرية وعدم وصولها إلى ذلك المركز، وأعطى فرصة للقوى السياسية التي هي تنادي أو تدعم ذلك التنظيم بشكل مباشر أو غير مباشر. التحشيدات لتنظيمات داعش لم تكن عسكرية، كانت بخطوط دفاعية ثلاثة وأيضا بوسائل إعلام وكذلك حلقات وصل ما بينه وبين القوى السياسية. اليوم هذا النصر يمثل ضرب للعمق الاستراتيجي لداعش، اليوم ضرب إلى المشروع الطائفي، ضرب إلى مشروع تقسيم العراق على أساس إثني ومذهبي و عرقي وقومي. اليوم هذا يمثل يعني استعراض للقوى العراقية بأنه قادر أن يدافع عن العراق وعن المنطقة وعن العالم. اليوم قد وعد وقبر داعش في العراق، وهو اليوم التنظيم الأول باعترافات الأمم المتحدة وكل المراقبين إلى هذا التنظيم الأغنى والأقوى والأوسع والأشمل والذي يختلف تكتيكه تماما. اليوم دحر تماما بسويعات في داخل الفلوجة. أستاذ جاسم، فيما يتعلق بالعملية العسكرية التي يعني أعلنت عنها وزارة الدفاع اليوم في شمال صلاح الدين وجنوبي الموصل تحديدا في منطقتي الشرقاط والقيارة، كيف تقرأ هذه العملية وتوقيت انطلاق هذه العملية؟ سيدي، موضوعة الموصل اليوم هي لا تزال في طور الاستعدادات، لم تبدأ عملية تحرير نينوى بشكل كامل والموصل بشكل خاص. القطاعات العسكرية العراقية تريد أن تضع يعني خطوط دفاعية إلى معسكر مخمور من خلال القرى التي كانت تتعرض الى ذلك المعسكر، وتعرقل الكثير من يعني التحشيدات وتواصل القطاعات العسكرية الى ذلك المعسكر. شهدنا هذه العمليات قد بدأت في الصفحة الاولى بالخامس من اذار من هذا العام عندما حررت يعني قرية مهانة وقديلة وقرمندي والنصر، لكن بالحقيقة سرعان ما استدرك داعش بين هذه المناطق قد خسرها، لانها عقد استراتيجية مهمة تستطيع ان تؤثر على ذلك المعسكر وايضا على الخطوط الرابطة. هاجمها مرة اخرى، انا باعتقادي هي عملية استعادتها عندما استعيدوا
قرية النصر ورفع العمل العراقي. اليوم أنا أقرأ حسب قراءتي ومتابعتي للمشهد، القطاعات العسكرية العراقية تريد أن تصل إلى الجيارة وتحديدا قاعدة الجيارة حتى تؤمن النقل الجوي، وتريد أن تصل إلى القوير حتى تبدأ منها يعني جبهة هجومية للإيذان أو البدء بالهجوم على الموصل وتحريرها. يعني الموصل هي ربما تعتبر البؤرة الأم لتواجد عناصر داعش، النقطة التي انطلقت منها وعرف داعش في هذه المحافظة. هل تتوقع أن تكون معركة الموصل بذات سيناريو معركة الفلوجة أم أنها ستخضع لقواعد ربما تكون مغايرة بعض الشيء لما جرى في معركة الفلوجة؟ قد تختلف بالامر السوقي، يعني اليوم الاشتراكات يعني الاشتراطات بموضوعة الموصل، الجميع يريد ان يقطف النصر وتحديد الولايات المتحدة الامريكية، فهي بحاجة له في داخل الولايات المتحدة الامريكية، لانها اليوم قد تتعرض الى انتقادات بعدم معالجتها لموضوع تنظيمات داعش، وهنالك سباق ما بينها او تصارع ما بينه وبين الجانب الروسي في داخل سوريا. سوريا قد تقدمت كثيرا وهي على باب الرقة، واليوم نتكلم عن الجانب الأمريكي يعني تزعم 62 دولة ولم يقدم شيئا أمام تحرير نينوى، وهو اليوم محرج أمام الجمهور الأمريكي في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، لأن حظوظ الحزب الديمقراطي قد انخفضت كثيرا في الانتخابات يعني التمهيدية، ويريد أن يأخذ بهذا النصر ويذهب إلى داخل الولايات المتحدة الأمريكية. أنا باعتقادي موضوعة الموصل سوف تكون عملية سهلة جدا، وخصوصا بالجانب الأيسر، هذا من الممكن أن يعطي فرصة أكبر، والشيء الذي يؤكد هذا الأمر الانتصار السريع والخاطف الذي حصل بالفلوجة. أنا باعتقادي سوف تضرب يعني كل أشكال القوة التي يمتلكها تنظيم داعش في تلك المناطق. شكرا جزيلا لك الخبير الأمني الأستاذ جاسم حنون، كنت معنا.